هتكلم عن الفور لوب، اللوبس عموما، بس هبدأ بالفور لوب. جافا سكريبت في كتابة الكود بتاعها لو لاحظنا هنلاقيها عاملة زي السي وسي بلس بلس، وكمان قاعدة فور وهوايل ودو هوايل، التلاتة بالظبط زي السي وسي بلس بلس للي درس سي وسي بلس بلس. اللوب هي عبارة عن بعمل زي دورة، حلقة بتتكرر كذا مرة، انا اللي بتحكم في عدد التكرار بمتغير معين، وفي لحظات التكرار دي بينفذ جملة معينة جوه اللوب دي، زي المثال اللي قدامنا ده. هو مثلا فور، او نقول بار اي متغير بتاعي، المتغير ده عبارة عن العداد اللي انا هعد بيه. هعمل لوب مثلا تتكرر 10 مرات، فور، بكتب السينتكس بتاعها كده فور، وبفتح قوس وبنزل اقفل القوس تاني. تمام، ما بين القوسين دول انا بكتب 3 حاجات مختلفة. اول حاجة بقول البداية بتاعتي اي بتساوي 0، بعد كده بكتب نهايتي اي مثلا اقل من او تساوي 10، والعملية الحسابية بتاعتي هيزيد كل مرة 1. وهنا اقول له document dot dot write، اقول له مثلا hello world، وهنا هزود حاجة كده بسيطة. طبعا انا في كل مرة عاوزه ينزل سطر، يبقى نكتب التاج br. تمام، وعاوزه يكتب لي العدد اللي قدام، يعني مثلا يقول لي ده في العد رقم 0، في العد رقم 1، في العد رقم 2، في العد رقم 3. فهقول له هنا يكتب لي ال i زائد مسافة كده. تمام، نسيف سيف از لوبس سيف يس. ادي زي ما احنا شايفين 0 1 2 3 لغاية 10. انا بدأ من 0 ليه؟ لان انا قلت له اولك 0. طيب في حاجة انا قلتها هنا، قلت اي زائد زائد، يعني هزود عدة او هزود 1 في كل عدة. طيب احنا عايزين نزود اكتر، نقول له اي زائد زود 3، زود 3 في كل مرة. نروح نشوف اللي هيحصل. 0 3 6 9. ده كان درس عن الفور لوب. في الدرس اللي جاي هتكلم عن الهوايل لوب.